نعم، في الحقيقة صلاح، عدد حالات الإصابة بجدر القرود وصلت في فرنسا إلى 303 حالات، وهو رقم كبير نوعا ما بالمقارنة بالأيام السابقة. واللافت للنظر وفق المصادر الرسمية بأن 227 من هذه الحالات موجودة في الضواحي الباريسية، يعني نحن نتحدث عن رقم كبير موجود في الضواحي الباريسية. في الحقيقة السلطات المحلية لم تعلن ناقوس الخطر بالنسبة لهذه الأرقام، وفقا لما يصدر أيضا متناسقا مع ما تقوله وزارة الصحة العالمية، ولكن هناك مخاوف لأن هذا المرض ينتشر عن طريق التلامس، وعن طريق هناك عدة طرق علميا لانتشار هذا المرض وهذه العدوى، وبالتالي هناك نوع من التنسيق ما بين الجانب الفرنسي ووزارة الصحة العالمية. صحيفة واشنطن بوست على سبيل المثال الأمريكية وعدة صحف فرنسية نشرت خبرا عن أن هناك تداول في وزارة الصحة العالمية لإمكانية اعتبار هذا المرض جائحة عالمية، وهو ما جاء على لسان أيضا المسؤولين في وزارة الصحة العالمية الذين طالبوا عدة دول عبر العالم بالمزيد من الشفافية وتبادل المعلومات عن هذا المرض. ونحن نتحدث عن 5000 حالة إصابة حول العالم، وأيضا هناك أحدث الإحصائيات والدراسات سواء في فرنسا أو في الخارج تشير إلى أن هناك طفرة نوعية في هذا المرض، وبالتالي المخاوف موجودة حتى وإن كانت الأرقام خجولة نوعا ما، ولكن المخاوف موجودة في فرنسا وفي أنحاء العالم. مطالبة منظمة الصحة العالمية الدول بالمزيد من الشفافية تعني بأن الموضوع هام، وأيضا هي تولي اهتماما بانتشار هذا المرض خارج نطاق وجوده في المعتاد يعني، وبالتالي هناك مخاوف صلاح من أن تستمر هذه الإصابات وتستمر هذه العدوى، خاصة وأن فرنسا تعيش حاليا أجواء صيفية، هناك الملايين من السياح يزورون البلاد، ووجود 227 حالة من هذه الإصابات في الضواحي الباريسية ربما يشكل خطرا، حتى وإن خففت السلطات الصحية في فرنسا من حدية هذه المسألة، ولكن الموضوع جاد، وخاصة كما ذكرت عندما تطالب منظمة الصحة العالمية الدول بالمزيد من الشفافية، وعندما أيضا تدرس إمكانية اعتبار هذا المرض كجائحة عالمية كما شاهدنا في تجربة وباء كورونا. وبالتالي المسألة علميا يتم تبسيطها لأن العدوى تحتاج إلى اتصال جسدي أكبر، ملامسة ربما ثياب المريض، هناك أيضا وسائل التواصل النقل، أيضا عفوا أريد أن أقول وسائل النقل العامة، نحن في فصل الصيف وهناك عدد كبير من السياح، هذه جميعا تطرح بعض المخاوف على الأقل لدى الفرنسيين، حتى وإن كان عدد الحالات كما ذكرت قليل نسبيا في فرنسا وفي باريس، العدد الأكبر منه في الضواحي الباريسية. شكرا جزيلا لك ماريا مصارع مراسلة الغد، كنت معنا من باريس.